سيدة مصرية ومواطنة مصرية الحقيقة لها مكانة خاصة جدا في قلبي، ملؤها الاحترام والتقدير، يعني مش بس علشان هي مواطنة مخلصة ومنتمية جدا، ومش بس كمان علشان هي دمثة الخلق وصاحبة أخلاق رفيعة، لكن كمان نشاطها ومجهودها اللي كانت بتعمله سواء في عندما كانت تتولى منصب رسمي أو حتى عندما تركت المنصب الرسمي واستمرت في خدمة المجتمع وخدمة الدولة بشيء ومسيرة تستحق التحية والإعجاب. أنا هنا أكلمكم عن السفيرة نبيلة مكرم التي كانت تشغل منصب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج قبل أن تترك هذه الحقيبة الوزارية وتتجه إلى العمل الأهلي والمجتمعي من خلال مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والتي تشغل منصب رئيس مجلس أمناها. سفيرة نبيلة مكرم، مساء الخير يا نبيلة هانم وتحياتي. مساء النور يا أستاذ تامر، وأشكرك. أنا اللي بشكر حضرتك، ويعني الرأي العام وجمهور المشاهدين خصوصا في آخر النهار بيقولوا لك مفتقدينك ودايما متألقة في النشاطات سواء كانت رسمية أو حتى لو كانت أهلية، العمل لا ينقطع. يعني متشكرة جدا جدا يعني لذوقك وذوق السادة المشاهدين، وبالتأكيد انه يعني الواحد في اي موقع او في اي مكان يقدر ان هو يخدم بيه، ده بالتأكيد اضافة ليه هو شخصيا، ومجال جديد بيتفتح ممكن ان احنا نستفيد بيه كلنا ونغير ثقافة ونغير اتجاهات ممكن ان هي تأثر على حياتنا وحياة ولادنا. 100%. ببساطة كده لمن لا يتابع ولمن لا يعلم، على أي فلسفة أو أي أسس قامت مؤسسة فاهم؟ مؤسسة فاهم للدعم النفسي يعني أساس شغلها هو كسر وصمة العار عن المرض النفسي. هي مؤسسة توعوية بتهدف إلى يعني التحدث لكل شرائح المجتمع عن أهمية الصحة النفسية. زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين، احنا دايما في تابو او زي يعني بنرفض ان احنا ندخل ونتكلم في موضوعات الصحة النفسية والتعب النفسي. مظبوط. وكمان ساعات بيعتقد البعض ان المرض النفسي ده عقاب من ربنا او ان هو نقص ايمان. صح. وما الى ذلك. لا، والمجتمعات او الاسر اللي بيبقى عندها مريض نفسي او اختلال نفسي في احد اعضائها بتبقى مكسوفة وكأن عندها سبة او عيبة. مظبوط، وده اللي بقصده ان احنا هدفنا ان احنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي لانه زيه زي المرض العضوي. صحيح. ليه حضرتك بتروح تزور اللي كسر رجله انما اللي كسرت نفسه ما حدش بيسأل عليه؟ احسنت. علشان كده احنا في مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والحقيقة اللي بتضم في مجلس أبنائها كبار الاطباء النفسيين زي استاذ الدكتور عبد الناصر عمر، استاذ الطب النفسي بان شمس، استاذة الدكتور عفاف حامد، الاستاذ الدكتور ناصر لوزة، معانا ايضا رجال اعمال، كلنا بنتكلم على ازاي نساعد ان احنا نغير ثقافة المجتمع المصري فيما يتعلق بالمرض النفسي. وعشان نعمل الموضوع ده لابد ان احنا نتحدث مع كل الشرائح، الولاد الصغيرين طبعا في المدارس، الجامعات، بنتكلم مع المجلس القومي للمرأة. عشان اشتغل كان لابد ان المؤسسة تعمل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة الصحة بالتأكيد، مع وزارة التضامن، مع المجلس القومي للمرأة، مع أيضا تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين. مزبوط. والحقيقة سعيدة أنه تم اختيار مؤسسة فاهم للدعم النفسي كشريك أساسي ووطني في منتدى شباب العالم لتنفيذ برامج صحة نفسية على أرض الواقع. البروتوكول اللي اتعمل والتعاون اللي اتعمل كمان ما بين مؤسسة فاهم ووزارة التربية والتعليم، حضرتك تشرح لنا كده ملامحه. احنا عندنا شريحة الاطفال او الاطفال في المرحلة الابتدائية في المدارس بيتعرضوا لحاجات كتيرة يا استاذ تامر. طيب. تنمر، ظروف عائلية سواء حالة طلاق أو سواء فقدان رب الأسرة. صحيح. حادثة، خبرة، تحرش، حاجات كتيرة جدا، والولد أو البنت ما بيبقوش عارفين يكلموا أو يعبروا.
والحقيقة أنه في 8 مارس من العام الجاري كنت رحت وقابلت معالي وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، واتكلمت معاه على الكثير من الأطروحات فيما يتعلق بإزاي أن إحنا من خلال وزارة التربية والتعليم ومع الأطفال الصغيرين نقدر أن إحنا نساعدهم. فبنساعدهم إزاي في المدارس؟ النهاردة الحقيقة كان الإعلان عن أول برنامج من نوعه في مصر وفي الوطن العربي بيتكلم عن تدريب الأخصائيين النفسيين في المدارس التجريبية في المرحلة الابتدائية. هي. مهمة الأخصائي النفسي مهمة. معلش أنا آسف للمقاطعة يا فندم، بس هو في أخصائيين نفسيين في المدارس؟ في. بجد؟ في. دي معلومة بالنسبة لي جديدة. في، ولكن طبعا مهمتهم للأسف ما كانوش مفعلين أو ما كانوش واخدين دورهم أو حتى ما كانش من قبل إدارة المدارس يعني مدياهم صلاحيات واسعة في التعامل مع الطلبة. ده جانب، والجانب التاني إن احنا في حالة تطور مستمر في التكنولوجيا، في السماوات المفتوحة. يعني احنا عندنا الولاد، احنا في سننا ما كناش زي الولاد دلوقتي في المدارس. صح. احنا دلوقتي الولاد بتفكر بطريقة تانية، بتتعامل بطريقة تانية. فالحقيقة مؤسسة فاهم للدعم النفسي اشتغلت مع وزارة التربية والتعليم وأيضا مع مؤسسة التعليم أولا ومؤسسة سيف إيجيبت. احنا عملنا برامج الحقيقة بتتكلم عن حاجتين. أول حاجة إزاي إن احنا ندرب الأخصائي النفسي إزاي يتعرف على مرض أو تعب نفسي عند الأطفال. إحنا عندنا مرض يا أستاذ تامر زي الـ ADHD اللي هو فرط الحركة، ده موجود بكثرة في المدارس. صح. ولكن الكثير بيعتقد إن الولاد دول أشقية أو الولاد دول مع أهلهم ما عرفوش يربوهم، إنما الحقيقة الولد مريض وبيحتاج إلى عناية وأسلوب مختلف حتى في المدارس. زي بالظبط الطفل اللي هو فاقد للنشاط وفاقد للحركة وغير مهتم وكذا، ده نقيض ده. بالضبط، أنواع كثيرة جدا. إحنا بندرب الأخصائي النفسي وده من خلال الحقيقة برنامج وضعه الأطباء النفسيين اللي ذكرت أسمائهم في مؤسسة فهم. فهو إحنا بندرب الأخصائي النفسي إزاي إن هو يلاحظ على الولد بعد ما يعرف أعراض كل الأمراض النفسية أو التعب النفسي، إزاي يلقط الجزئية دي. والجزء الثاني اللي بندربه عليه وده الأهم، إزاي يكلم مع الأسرة، لانه عاده الاسره بترفض ان حد يقول لها انه ابنه او بنته عنده مشكله. فيقول لك لا انا ابني زي الفل، انا بنتي ما فيش زيها، انتوا بتتلككوا. ازاي هذا الاخصائي النفسي يبقى حلقه الوصل عشان يقدر يوصل هذه الرساله بمنتهى الدبلوماسيه؟ كنت بال حضرتك معالي السفيره، المدارس فيها مشاكل كتير من النوعيه دي النفسيه، مش لازم نصل الى المشاكل اللي هو المرض النفسي الكامل يعني، لكن السكوت عنها هو اللي ممكن يؤدي الى الوصول لحالة المرضية اللي يصعب التعامل معها. والحقيقة موضوعات زي الترابط الاسري وحالات الطلاق والانفصال، كل الحاجات دي بتأثر على نفسية الولاد، بس هما مش بيتكلموا. حتى على مستوى السمنة والرفع وبتاع والتنمر اللي بيشوفوه جوه الفصول وما الى ذلك، محتاج حد طول الوقت يظبط الامور دي نفسيا في نفوس ولادنا. لو حضرتك تفتكر البنت اللي ماتت بسبب التنمر في المدرسة. صح. من كتر ما البنات زميلتها قعدوا يقولوا لها انتي شكلك وحش، انتي زي قعدت معانا، انتي، والبنت من كتر ده حصل لها أزمة قلبية. ما استحملتش. أهم حاجة بقى في هذه المنظومة مدير المدرسة، لأن مدير المدرسة لازم يبقى على دراية كاملة بوظيفة الأخصائي النفسي ويشمله بالرعاية اللازمة وبالمساحة الكافية. وياريت والله كمان يا سعادة السفيرة، انت عارفة انا بحب دايما افتي، بس اعتقد ان فتاوية ممكن تيجي بحاجة كويسة. بتجيبي ممكن كمان في اطار البروتوكول، طالما القنوات مفتوحة كده مع وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا حجازي، انه هاي اللي بقى فيه تدريب وتأهيل للأخصائيين النفسيين علشان يتعاملوا مع الأسر ومع التلاميذ، وكمان ممكن المؤسسة عند حضرتك من خلال الخبراء والمتخصصين اللي أسمائهم طبعا عظيمة حضرتك قلتهم، ممكن يتحط بعض الإرشادات النفسية وبعض الأمور كده اللي تتحط بشكل فيه صنعة كده جوه المناهج، خصوصا في KG1 وأولى وتانية اللي هي بنأسس فيها أولادنا، لو تأسسوا على إرشادات نفسية سليمة ممكن ده يساعدهم على تهيئة نفسية كويسة. الحقيقة احنا معانا يا أستاذ تامر في مجلس أمناء المؤسسة الأستاذة داليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة نهضة مصر. كويس. والحقيقة ان احنا عرضنا النهاردة في المؤتمر الصحفي كتيب بسيط جدا للأطفال ملون، الحقيقة أصدرته مؤسسة دار نهضة مصر.
اسمه رامي فاهم جدا، والحقيقة شخصية كاريكاتورية لطفل صغير اسمه رامي. ورامي بيتكلم ايه اللي بيمر بيه، انا خايف، انا بسمع حلو اصوات، قوي انا حلو اعمل قوي. ايه. طب يعني انا والحقيقة فكرتي اهي ما طلعتش لا فاتية جامدة، يعني طلعت كويسة الحمد دايما لله. بتتنفذ يا استاذ الحمد لله سامح. ربنا يخليك يا فندم. والاطباء النفسيين اللي معنا في المؤسسة في هذا الكتيب بيرشدوا الاولاد، لما تبقى خايف اعمل كذا، لما هاي تسمع اصوات قول كذا. طيب الكتيب ده يجب ان هو يوزع في المدارس خصوصا في المراحل الابتدائية وما قبل الابتدائي كمان. بالظبط، احنا زي ما حضرتك يعني عارف انه اي موضوع جديد لازم ان احنا بالتأكيد نطلع بمرحلة اولى، عشان كده احنا صح. في المدارس التجريبية في المرحلة الابتدائية هنبتدي البرنامج التدريبي يوم 19 ان شاء الله في المدينة التعليمية في 6 اكتوبر. هذا البرنامج سيتم تقييمه عشان نقدر نطور ونجود من هذه البرامج، ونقدر انه هذه البرامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تبقى على مستوى المدارس كلها في مظبوط أنحاء الجمهورية. مظبوط، انا بهنيك وبشكرك يا نبيلة هانم. وطبعا لا يجرؤ عاقل انه يسأل سيدة عن سنها، فانا هكتفي بس ان انا اقول لك كل سنة وانت طيبة، وحضرتك لان انا طيب عارف ان عيد متشكر. ميلادك كان اول امبارح يوم 13. مظبوط، مظبوط مظبوط، متشكرة فكل جدا سنة جدا. وانت طيبة. وانت دايما بتثبت لنا ان العمر مش رقم، العمر طاقة وخدمة وعمل، وانت في ذلك الحقيقة مثال يحتذى به يا نبيلة هانم. ميرسي لمحبتك وميرسي لكرم أخلاقك، متشكرة جدا. شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللأسرة الكريمة، شكرا جزيلا.